مرحبا، يعطيكم العافية وصباح الخير وسلام للجميع. احنا عند مطعم اسمه مازارين. هذا المطعم انسبيريشن، يعني هذا المطعم والصبايا اللي قائمين عليه فكرة مش طبيعية. انا بحكي انهم هم ممكن نسميهم بلندر، تو بزنس وومن، واحدة اصلها من الاردن، امها اردني ابوها اردني وامها عراقية فلسطينية، والبزنس الثانية اللي هي سلينا اسمها، والثانية اسمها ياسمين. ياسمين امها لبنانية وابوها فلبيني او بالعكس. فهم انسبيريشن، هم عملوا ميكسينج، جابوا الكنيديان ويسترن فود وجمعوه مع الميديتيريان فود، فهو مش بس ميديتيريان فود ولا كنيديان فود، هم جمعوا هذا الشغلة. هم برضو جمعوا العلم والهوبي، هم درسوا هذا الموضوع دراسة ونفذوها على أرض الواقع، فيستحقوا كل الدعم هدول التو بزنس ومن. خلينا ندخل أورجيكوا كيف جميل هذا الكافي، بيعملوا بريكفاست وبرانش. بس سمعت عنه حكي كتير، حنجرب هلأ جوا. يلا اوكي، اسمه برانش، نايس، حاطين شغلة حلوة هون، موقع ممتاز. اوه very beautiful very beautiful. طيب احنا حنقعد هون، زي ما انتم شايفين هون في عندهم افو توست، اشي افوكادو، مشروم توست، يوغورت، فتة، اوكي شغلة لبنة، شغلات زاكية شكلها، والله اشي واسعار رائعة يعني. لهذا بالإيجز شكشوكة، اوكي حنطلب شكشوكة يا جماعة، لانه انا من زمان مش ماكل شكشوكة. احنا شوي عن الريستوران يا سليمة. Welcome to Mazarin. So Mazarin is a Mediterranean-inspired brunch made with Canadian local ingredients. I'm Selena, I'm one of the owners. My business partner is Yasmin. She's cooking in the back right now. Today's a weekend busy day for us. We're originally Mediterranean, so I'm from Jordan. She's actually the Mediterranean owner from Lebanon. We wanted to bring our background into Mazarin. We wanted to bring the recipes that we grew up with into our kitchen here. We both studied hospitality and tourism management at Algonquin College, so we wanted to bring the experience and the knowledge education into our business. So thanks for stopping by. Thank you. Hello. Hello. What do you like about this place? I love the Middle Eastern flavors, and it seems very fresh, and I like the service is very attentive. It's just on the street from our home, so it's a nice place to have brunch. So it's not the first time for you here? No, we've been here a few times before. And you recommend this place? Absolutely. I love the small decoration here, عاملين حاطين Middle East النص. Our shakshuka is here. واو واو، طلع من انها جاي في الـ في الـ في something like this، مقلايك شك، كل اشي هون inspiring، يعني بتشعر انك عايش في الميدل ايست بس بطريقة هيك توست. طبعا هذا اشي مش ميدل ايست، فخلينا نجرب، هذا اهم اشي. واو واو، يا جماعة يعني ما بعرف طريقها، هي اشي هيك زاكي، اعتقد بيزل، عاملين البندورة بتشعر وانها بتسيح في تمك، البيض طلعوا كيف طلعوا، يا الله جوه. واو جماعة، يعني اذا بدي اعطيه من 10 15، يعني ما شاء الله عليهم صبايا. التكستشر تبع البندورة هذا يدوب في تمك،
فبتشعر انه انت قاعد مش عم تاكل بس بندوره, انت عم هيك بتسيح في تمك بتنزل لحالها. يعني طريقه لا هي مقليه كتير كتير ومستويه او مهريه, ولا هي ناشفه وهيك قاسيه. صراحه معاي بدها شويه قهوه. طبعا القهوه اللي عندهم كلها مطحونه جاه هلا, يعني فريش, ريحتها شي مريحه. الله, طبعا شوفوا شو اللي حاطين صحن الحليب, والهاي الصحن لحاله هذا كثير ناس حتتذكره. صحن هيك بذكرني بصحون الحمص والفول القديمه. يا عيني عليكم يا صبايا. على كل حال بديش احكي كثير لانه انا جوعان. لما اكون جوعان بتحكي كثير, لانه الحكي بدور بالصحه وانت بتحكي وانت بتاكل. طبعا خلصت كل الصحن انا لانه كبير, بس حتى الشوربة هاي اشي رائع يا جماعة. يعني طلع مستحيل اخلي شغلة. الله عليكم يا صبايا. أبدع. أكل فعلا زاكي زاكي زاكي, وهذا يعني من تجربة. عاملين هيك خلطة غريبة, مش زي الشكشوك اللي مسويها في البيت, بحطوا شغلة بهارات اشي غريب, بقدونس او يعني اشي غريب اشي زاكي. طبعا الساعة 10 هو بفتح, هلا الساعة 10:30 تقريبا. طبعا ما شاء الله فل هاوس الله يرزقهم. بس هذا بثبت لكم انه اكلهم زاكي, السيرفيس كويس, وطريقة تقديمهم يعني very very authentic. السلام عليكم, لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.